مرحبا اهلا بكم عيني وياكم ايهاب النقيب، اهلا بكم بالقناه. شفت فيديو هو طبعا منتشر من زمان عن مقابله عمل صارت عندنا في بريطانيا على قناه بي بي سي، ولكن صار خطا بتحضير المقابله. بدل ان يذهب هذا الشخص للمقابله مقابله عمل، حطوه في مقابله تلفزيونيه كخبير، وشوفوا رده فعله. ردت نشوف هذا الفيديو حتى نستفاد بانه من الحياه خلينا بموقف احنا ما متوقعيه شلون نتعامل وياها. فخلينا نشوف الفيديو سوا ونعلق عليه. تحضير المقابله هسه مقابله تلفزيونيه مو الوظيفه. وش بدي اعرف يعني اني هاي شلون هاي البي بي سي هيك يقابلون الموظفين. So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. When I came, they told me something else, and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's in. هاي طبعاً هاي الإعلاميين أغلبهم ما يفهمون الكلام. أنا الصراحة صارت لي مقابلات مع إعلاميين محترفين يعرفون بالضبط. يعني قبل فترة كان عندي لقاء مع قناة الشرقية صباح الشرقية، المذيعات محترفات إلى درجة عالية وذكيات، ويعرفون يقودون الحوار وكلامك دا يسمعوه بحيث يجاوبوك حسب الكلام اللي تقوله. لكن صارت لي مقابلات بالسابق خاصة يعني بالمجال اللي أتكلم عنه، المقابلة تقاطع، تنطي آراءها، ما تسمع للخبير، مدى تفهم شنو أنت اللي دا تقوله. يعني هاي طبعا هاي دليل هو دا يقول هاني متفاجئ بأن أنتوا دا تسألوني هذا السؤال. يعني هي حتى ما صار عندها إحساس بأنه ربما الشخص الغلط جالس أمامي. ظلت استمر بالفقرة. Involved. Do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. But I think it's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast the things they're looking for. This does really seem to be the way the music industry. المقابلة هذه طبعا قديمة، كانوا يتكلمون بأنه هل الإنترنت حيأثر على الموسيقى والقرصنة إلى آخره. الآن طبعا تغير هذا، بفترة موضوع القرصنة كان موضوع جدي، لكن الآن مع تيك توك ومع اللايسنسينج للريلز والإنستغرام أنقذوها للموسيقى من جديد. يعني الآن هاي البلاتفورمز لازم يدفعون لايسنس حتى يستعملون هاي الموسيقى. الشيء اللي عجبني بهذا الشخص انه انوضع بموقف هو ما متوقعه تماما. تعامل باحترافية، تكلم، تفاعل، واحتمال اصلا احتمال هذا الشيء صار كله يكون جزء من المقابلة، بأن يخلوك بموقع انت ما متوقعه تماما يشوفوك شلون تتصرف. ربما يحطوك بغرفة مو صحيحة، يقدموا لك شيء انت ما طلبته، او يختبروك بطريقة ما، او يصير شيء قدامك يشوفون ردة فعلك. الشركات الكبيرة يا اخوان ما يقتصرون بالتوظيف فقط على التقنية، على المهارة، على الخبرة، يبحثون عن انسان. شنو معنى انسان؟ شلون يتعامل من يصير ضغط، شلون يتعامل اذا صار بموقف صعب، شلون يتعامل اذا شركة صارت عندها خسائر. يردون بالانجليزي يسموه كاركتر، شخصية. اهم شيء عندهم شخصية الانسان. اتذكر اني في فترة ما كانوا اصدقاء عراقيين اكبر مني بالعمر، يعني الفئة الاكبر اللي هم الاباء، دي ينتقدون كنا جالسين وينتقدون طريقة اختيار الطلاب اللي يطلبوهم بالطبية.
يعني اكو بعض الجامعات ما يقبلون اي شخص يقدم لهم وان كان المعدل مالته الدراسي يسمح له بان يكون طالب. فكان احد الجالسين وقال يا اخي يردون واحد وهل انت تعزف موسيقى وهل انت تحب الحيوانات واني ابني درجاته كذا كذا. فواحد من الجالسين كان عنده بعد النظر اكثر وبعد ثقافي اكثر، دائما احب اجلس مع الكبار بالعمر حتى اتعلم منهم، ما احب اجلس اني واني اللي اتكلم واسمع صدى صوتي. فقال لهم على العكس، قال ذولا يبحثون عن الجانب الانساني عند الشخص ويشوفوا بأنه هو مو إنسان آلي، إنسان يقدر يتعاطف، يقدر يحس، يقدر يشوف مشاعر المريض، مشاعر الناس الأمامه، فيختارون مو فقط بس على درجة الامتحان لكن الأشياء الإنسانية الأخرى عند الشخص. فالآن نشوف يعني هذا الشخص، سأراويكم شغلة ثانية. هاي برنامج Hello and welcome back to the big quiz of the year 2006. هذا يعني جابوه بدأ يصير يستضيفوه بالبرامج، يعني الآن اجى حتى كأنما دا ياخذ الشغل مال مقدم البرنامج الكوميدي، يعني هو اشتهر جدا بفترة الماضية. يعني تخيلوا هذا، هاي الأشياء كانت تصير، مو كلش تصير فايرال بالسوشيال ميديا، بعض الناس صارت وياهم لحظات فايرال مثل هذه، سووا كارير كامل من عندها وسووا مبالغ وسووا دخل. الشيء اللي اريد نستفاد من عنده احنا بانه نكون متحضرين لاي شيء ممكن يصير امامنا. شلون بالامكان احنا نتحضر للمفاجآت ونتصرف بطريقه تكون لمصلحتنا اولا وليس اخرا. اللي حيصير، انت حيصير امامك حادث، موقف، حيصير حتسمع شيء، حيخبروك شيء. اسوأ شيء الانسان ممكن يسويه هو استعمال العاطفة على الرد وعدم استعمال المنطق. فدائما التأخر بالرد هو لمصلحتك، التأخر او التريث، ما تنطق اول كلمة تسمعها. يعني أنا شايف خاصة يعني إحنا الشعوب العاطفية دائما تكون عندهم مشاكل بالشغل، يعني إذا مديرة قال لك شيء التمر أسن، بس أنت قلت لي كذا، أنت وعدتني كذا، أنت كذا، هاي اللغة لا تستعمل بالأماكن الاحترافية. طريقة التعامل تكون شكرا بأنه أخبرتني بهذا الشيء، بس حبيت يعني أطرح عليك هذه النقطة اللي يعني أحب توصلك بأنه أنا مسؤول عن كذا وكذا والفوائد اللي جبتها كذا وكذا. شنو اللي ممكن نسويه حتى نوصل لهاي النتيجة؟ مثلا عندنا موضوع النقاش زيادة الراتب، هاي من المواضيع الناس ما تعرف تتصرف بيها. أنت ما حتقدر تجبر أي شركة توظفك بأنه يزيدون راتبك. هاي أغلب الناس يروح، أنا صار لي كذا سنة وياكم وأني وفي لكم فأني أستحق تزيدون راتبي. انتبه، تناقش مدير أو شركة بهذا الأسلوب. طريقة نقاش حطيكم بونس بهذا الفيديو، طريقة نقاش زيادة الراتب الناجحة، أولا أنت ما حتناقش إذا ما بالإمكان تروح الشغل ثاني وتجيب راتب أكثر. وضع الماركت، هل هناك تضخم، هل هناك شركات تروح عندها افلاس، هل انت عندك المواهب والكفاءات اللي فعلا تستحق عليها زياده؟ اذا هاي الامور كلها درستها وانت فعلا تستحق زياده واذا تركتهم تجيب راتب افضل. الان انت في موقع طلب راتب اكثر، تجلس ويا المدير، المدير تقول له يا با انا وياكم كذا، مسؤول عن كذا وسويت هذه الامور للشركه، هل انتم عندكم بوليسي بان تزيدون الراتب للموظف؟ وإذا كانت هاي البوليسي موجودة متى تكون زيادة راتبي؟ فهو حيجاوبك وحيشرح لك الأمور اللي عندهم. فأنت الآن يا إما يسألك أو أنت تسأل تقول شنو الأشياء اللي أنا أسويها خلال الكوارتر أو الكوارترز القادمة الاثنين حتى أستحق أو أي كواليفاي يكون عندي زيادة راتب. إذا المدير مستعد يزيد راتبك حيقول لك أريد كذا كذا كذا،
وتكون انت كواليفايد زياده الراتب وتتكلمون على البرسنتج والتفاصيل انتهى الموضوع. او المدير يجوز يقول لك احنا اليوم مستعدين وانت طبعا ما تهدد بطريقه مباشره تقول لا اذا ما تنطوني اترككم، لا تقول يعني اني حسب ما دا اشوف الماركت وهناك طلب وهناك حركه، بس اني لويال لكم، اني وفي لهذه الشركه وما احب اترككم. انت بما معناه تهدد لكن بطريقه مهذبه. الاسلوب يا اخوان، الاسلوب هو اللي يحدد وين تروح بالكارير مالتك، وليس فقط الشهادة وليس فقط التقنية والخبرات اللي عندكم. ان شاء الله عجبكم الفيديو، شكرا للمشاهدة، اشوفكم بالفيديو الجاي، يومكم عسل.